Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo je suis avec ma mère. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات كي دايرين لاباس عليكم نهاركم مبروك خوتي خواتاتي كل شيء مزيان وليداتكم معز عليكم هذه هي خوتي خواتاتي اليوم جينا نشارك معكم الطويجن ديالنا الغداء ديالنا المتواضع واحد الطويجن بالحوت ايفيلي هكا مع جميع الخضار عندي هنايا البطاطا مطيشه حامض فلفله حمراء فلفله خضراء بصله والشرموله نحتاجو الثومه غبره الابزار خرقوم كمون تحميره والملحه وهنا عندنا الحامض للشرموله وقزبر ومعدنوس وهنايا عندي زيت زيتون وزيت مائده وعندي ملون غذائي والماء بطبيعه الحال باش نشرملو والطويجين ديالنا ها هو نبداو على بركه الله نبداو بالشرموله ديالنا هكا نعصرو الحامض ديالنا هنا ونقلعو هاد العضومه الليم ديال هاد الوقيته فيه العصير نديرو مليحة ديالنا نديرو التوابل واللي عنده التومة هكا صاينة يديرها ربيع شوية ملوين نديرو الماء الزيت نديروها في الطاجين منديروهاش هنا نبداو على بركة الله نشرملو دابا نديرو يدنا هو هاد الحوت يجي زين يجي لذيذ هكا في الطاجين هكا ما فيه لا شوكة لا حتى شي حاجة كنساليو الكمية ديالنا ونتلاقاو بكم دونك سو تروفا دونك او طول موند فوالا خوتي خوتي حنا رجعنا معكم ها هو الطاجين ديالنا ها هو غنخويو الزيت ديالنا في الطاجين دابا نديرو شوية لاصوص طوماط من تحت غير شوية ماشي بزاف هاد لاصوص راها خضره يعني ماشي طايبه ولا شي حاجه هكا دابا ندوزو البصله ديالنا هنا لتحت هكا البصله ديما نسرحوها لتحت بحال هكا ديرلها واحد الرشيشة ديال الملحة هكا
دابا نحيدوها هنا، ندوزو البطاطا ديالنا هنا اللي فهاد الشرموله ديال الحوت، حيت البطاطا ديالنا راها ماشي مسلوقه، باش ماشي غادي نديروها في الفرن ولا نديروها هكا خضراء. نديروها على هاد السمك هذا، سمحوا لي خوتي خواتاتي لا ما يبان لكمش، هانا بحال هاك. دابا ندوزو الحوت نتاعنا نديروه الفوق، غادي نستفو الحوت نتاعنا ونتلاقاو بكم. دونك اون سوتروف ابري. دونك رو تول مون فوالا خوتي خواتاتي، ها هو الحوت ديالنا استفناه، ها هو جانا على هذا الشكل هذا هكا. دابا ندوزو الخضر ديالنا، فلفله يوم الوليدات مقاريين في داك الشيء، يندير لهم طويجن هكا. نزيدو واحد المرسول ديال الحامض، ونديرو فلفلة ديالنا حمرا، راه يجي لذيذ وكلش، راه ما هو كيتبعو الفاخر الصراحة، حتى بحال اللي عندو الوقت يديرو على الفاخر ويخليه يطيب على خاطرو. وهي الشرمولة ديالنا اللي بقات لينا، نخويوها من الفوق، هز ليهم اولدي باش يبان، هز الكاميرا هاكا بحال هاكا، هاد الربيع وهاد العطرية ديالنا كاملة نخويوها الفوق. دابا غادي نسد عليه، دابا نسد عليه وغنديرو على البوطة يطيب بالنار مهيلة، فاش نحطو على البوطة نتلاقاو بكم. دونك اون سوتروف ابخي. دونك رو تو موند فوالا خوتي خواتاتي، هاهو شعلنا عليه ونقصنا له على النار مهيلة. دابا سمحوا لينا ما قدمنا لكمش الزيتون، نديرو واحد الحبيبات من الفوق هكا تلق ديك اللذة مع الحوت في زوين. هذا الزيتون حمر هكا، وفاش يطيب ان شاء الله باذن الله نتلاقاو بكم نوريكم الغدا ديالنا كيفاش. دونك خو ابري دونك رو تو الموند فوالا لو ريزولتا فينال خوتي خواتاتي المشاهدين، هاد الطاجين ديالنا طاب، جانا على هاد الشكل هذا، ها هو معلك طايب، ما فيه لا مرقه لا والو، حقاش درنا غير داك الماء اللي كنا شرملنا به، ما زدناش مريقه، ها هو ناشف جاي زوين، ها هو الحوت نتاعنا طايب، ها هو هكا يجي، وبالصحه والراحه
نتمنى والمشاهدين ديالنا الاعزاء الغاليين يعجبهم هذا المحتوى اللي كنديرو. وهي هذه ورافقناه شويه بالحار، شويه سلطه، شويه خبيز، ها هي رافقناه شويه شويه من الحاجه. وهي هذه، وما تنساوناش خوتي خواتاتي بالبارطاج ولي لايك وابوني، وما تنساوناش خوتي خواتاتي الا فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. مع السلامه. دونك سافا ندير فيديو، نيزيتي با لايك و ابوني و بارطاجي. او